نشرة مفصلة من الأخبار والبداية مع العناوين. استمرار اجتماع الدول الأربع زائدا واحدة في فيينا بمشاركة أمريكية غير مباشرة، وطهران تتمسك برفع العقوبات عنها قبل أي عودة إلى الالتزامات بالاتفاق النووي. واشنطن بوست تتحدث عن طلب سعودي للإفراج عن باسم عوض الله، والسي إن إن تنفي، والسلطات الأردنية تفرج عن مئات الموقوفين وتحظر نشر التحقيقات بشأن الأمير حمزة. استشهاد فلسطيني وإصابة زوجته بجروح خطرة برصاص الاحتلال في القدس، والفصائل تدعو إلى رد عاجل ورفع مستوى المواجهة في الضفة. بأخلطات بيت المشبات ووشا ممشان. في قرار وصفه بغير المنسجم أخلاقيا وقيميا، الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو تأليف الحكومة في مهمة صعبة جديدة. موسكو تحذر انضمام كييف إلى الناتو سيفاقم مشاكلها الداخلية، ولن نلمس نية لدى أوكرانيا للسيطرة على وحداتها العسكرية في دونباس. وإني مشتاق لأرض غزة، وإن خانني بعد التطرق في شمالي. وفي الظهيرة بعد 18 عاما في الأسر، المحرر محمود أبو عيشة يدرك ما يتمناه زيارة بحر غزة. يا رب حرر على يدينا النصر يا رب. أهلا بكم. تستمر في العاصمة النمساوية المحادثات بين الأطراف مواقعية الاتفاق النووي في فندقين منفصلين. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أنها أرسلت إلى فيينا الدبلوماسي روب مالي لإجراء محادثات مع الأوروبيين والروس والصينيين. بالتوازي أكدت الحكومة الإيرانية أنها ستعود إلى أقصر وقت ممكن إلى الالتزام بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي إذا رفعت العقوبات الأمريكية عن إيران وتحققت من ذلك. السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف إسماعيل بقائي هاماني رأى أن عقد اجتماع فيينا بعد أقل من أسبوع على انعقاد اللجنة المشتركة أمر إيجابي بحد ذاته. وفي تصريح للميادين أشار هاماني إلى أن تحقيق نتائج إيجابية من الاجتماع يعتمد على النهج الذي يتبعها الطرف غير الممتثل، في إشارة إلى الولايات المتحدة وعلى موقف المجموعة الأوروبية التي لم تلتزم بتعهداتها، وشدد على أن موقف طهران منفتح إذا توقف الطرف الآخر عن انتهاكه لقرار مجلس الأمن الرقم 2231. معنا من جنيف مدير مكتب الميادين موسى عاصي. مرحبا بك موسى. إذن الوفد الإيراني واضح في شروطه، كيف بدت الساعات أجواء الساعات الأولى من محادثات فيينا؟ يعني منذ أكثر من 4 ساعات تتواصل اللقاءات على مستوى ثنائي بين إيران والمجموعة الأوروبية، بين إيران والروس والجانب الروسي وأيضا الجانب الصيني، وفي المقابل ينتقل الجانب الأوروبي أو الوفد الأوروبي إلى فندق أمبريال الذي يقيم فيه الوفد الأمريكي وسط العاصمة النمساوية فيينا، من أجل نقل الرسائل والردود الإيرانية على الاقتراحات الأمريكية التي كان الجانب الأوروبي قد نقلها خلال الأسابيع الماضية وأيضا صباح اليوم إلى الوفد الإيراني. هذه المحادثات الماراثونية ستستمر حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت فيينا، أي 3:30 بتوقيت القدس الشريف. وبعد ذلك سيعقد اجتماع عام لمجموعة 4+1، روسيا، الصين، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا والجانب الإيراني، لوضع نوع من الجوجلة لكل ما جرى من اتصالات ثنائية قبل ظهر اليوم وللتحضير ربما للمرحلة المقبلة. هذه المحادثات ستنتهي اليوم، وهي تركز بشكل أساسي على البند الأول، رفع العقوبات الأمريكية التي أعادت الإدارة الأمريكية السابقة إدارة ترامب فرضها على إيران عام 2018، وبالمقابل المناقشة مع الجانب الإيراني تتمحور حول خفض أو تراجع عن خفض التزامات إيران بروحية الاتفاق النووي للعام 2015، أي خصوصا المسألة المتعلقة بخفض مستوى تقسيم اليورانيوم من 20% إلى 3.67% ووقف استخدام أجهزة الطاقة
طرد المركزية المتطورة التي أدخلتها إيران إلى برنامجها النووي خلال السنتين الماضيتين، وخصوصا خلال الأيام الأخيرة في معمل ناتانز. إذن هذه هي فحوى المحادثات، من المتوقع والأجواء كما تشير في فيينا الأجواء إيجابية، من المتوقع أن توضع سلسلة أو أجندة للعمل خلال المرحلة المقبلة على أن لا تتعدى هذه المرحلة مرحلة المناقشات شهرين بالتمام والكمال قبل دخول إيران في العملية الانتخابية، وأيضا قبل نهاية مفعول الاتفاق الذي وقعته أو الذي توصلت إليه إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل شهر، وهو ينتهي بعد شهرين بالتمام. أيضا هذا الاتفاق الذي يمنح وكالة الطاقة الذرية الدولية نوع من التعاون واستمرار التعاون مع الجانب الإيراني. وفيما تتفضل به موسى، يعني إشارة إلى أنه يمكن القول إن أنه هذا الاجتماع يمكن له أن يمهد لصفحة جديدة. صحيح، يعني المسألة الأساسية التي يمكن القول يمكن أن نستنتجها اليوم من مجرد حصول هذا الاجتماع إلى أن هناك خطوة أساسية خطاها الأوروبيون والولايات المتحدة الأمريكية. لنعد قليلا إلى الوراء، منذ شهرين ومع وصول أيضا إدارة بايدن إلى البيت الأبيض كان هناك شروط، الحديث الأمريكي كان يتحدث عن شروط من أجل إدخال ملف المنظومة الصاروخية الإيرانية إلى فحوى المحادثات، أو الدور الإيراني في الشرق الأوسط إلى فحوى المحادثات. أيضا الرئيس الفرنسي ذهب أبعد من ذلك بكثير عندما طالب بإدخال السعودية وإسرائيل في أي محادثات مفترضة حول الملف النووي. اليوم في فيينا يجري حديث فقط حول رفع العقوبات الأمريكية، أي عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى العمل بروحية اتفاق فيينا، خفض العقوبات أو إزالة العقوبات بشكل تام، وتراجع إيران عن خفض التزاماتها. إذن نحن في مرحلة جديدة تماما، ولو لم يكن هناك إشارات إيجابية قد حصل على الإيرانيون خلال الأسابيع الماضية وخلال الأيام الماضية من الجانب الأوروبي حول نوع من الالتزام الأمريكي برفع العقوبات، لما جاء الإيرانيون إلى فيينا للاجتماع في هذا اليوم. موسى عاصي مدير مكتب الميادين في جنيف، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وفي طهران قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إنه إذا رفعت العقوبات الأمريكية عن إيران وتحققت من ذلك فستعود في أقصر وقت ممكن إلى الالتزام بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي. وقال ربيعي في مؤتمر صحفي إن الاجتماع فرصة مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن عودة واشنطن إلى التزاماتها، مشيرا إلى أنه لن يكون أمام الولايات المتحدة في المستقبل القريب سوى خيار إنهاء سلوكها المنتهك للقوانين الدولية. لسنا متفائلين ولا متشائمين بنتيجة اجتماع فيينا، لكننا واثقون أننا نسير على الطريق الصحيح، ونأمل أن تمتثل الإدارة الأمريكية الجديدة للقانون وتنفذ الوعود التي قطعتها سابقا. وإذا ثبتت لنا إرادة الولايات المتحدة وجديتها وصدقها، فقد يكون ذلك علامة جيدة على مستقبل أفضل لهذا الاتفاق. إيران واثقة أن الولايات المتحدة لن يكون أمامها في المستقبل القريب سوى خيار إنهاء سلوكها المنتهك للقوانين الدولية. وإذا رفعت العقوبات الأمريكية عن إيران وتحققنا من ذلك، سنعود في أقصر وقت ممكن إلى الالتزام بتعهداتنا ضمن الاتفاق النووي. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس كان قال إن بلاده مستعدة للتباحث على نحو مباشر مع إيران بشأن الاتفاق النووي، لكنها لا تتوقع حدوثه في الوقت الحالي. وقال برايس إن الجانب الأمريكي لن يتنازل لتخفيف العقوبات في الوقت الحالي إلا بعد أن تلتزم إيران بالتوقف عن خطواتها التصعيدية بحسب تعبيره. لا نتوقع في الوقت الحالي أن تكون هناك محادثات مباشرة مع إيران، لكننا بالطبع لا نزال منفتحين عليها، ونحن ندرك أن هذه المناقشات ستكون صعبة تماما، لكننا نعتقد أنها ستكون خطوة جيدة إلى الأمام، وخصوصا مع شركائنا في إيران. سيجري تنظيمها حول مجموعات عمل التي سيؤلفها الاتحاد الأوروبي مع الأطراف الباقين في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي تشمل إيران. والقضايا التي ستناقش تتضمن الخطوات النووية التي يتعين على إيران اتخاذها من أجل عودتها إلى الوضع النهائي المنشود. والعقوبات هي بالفعل الخطوات التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها من أجل أن نعود إلى الامتثال لخطة العمل المشتركة.
إلى الأردن، حيث يواصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان زيارته التي حمل خلالها رسالة دعم من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى الملك الأردني عبد الله الثاني بعد التطورات الأخيرة. وقد أكد وزيرا خارجية البلدين أن أمن المملكتين واستقرارهما واحد لا يتجزأ، وأنهما تقفان معا في مواجهة كل التحديات. وأكد الوزير السعودي وقوف بلاده إلى جانب الأردن ودعمها كل الخطوات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني لحماية الأردن ومصالحه. هذا ونقلت وكالة CNN الأمريكية عن مصادر في وزارة الخارجية السعودية قولها إن زيارة وزير الخارجية السعودي عمان هي لتأكيد التضامن ودعم المملكة الأردنية، لافتة إلى أن الوزير لم يناقش أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات. وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كشفت في وقت سابق عن وصول وفد سعودي رفيع المستوى إلى عمان للمطالبة بإطلاق رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والمغادرة به إلى السعودية. وفي الأردن أيضا أعلن النائب العام حظر نشر كل ما يتعلق بالتحقيقات في قضية الأمير حمزة والمسؤولين الآخرين حفاظا على سريتها. وكان الديوان الملكي الأردني أعلن أن الأمير حمزة وقع رسالة بحضور عدد من أفراد العائلة المالكة أكد فيها أنه سيبقى مخلصا للملك عبد الله الثاني وسندا له ولولي عهده. في منزل الأمير الحسن بن طلال تم لم شمل أمراء العائلة الهاشمية، وفي رسالة خطية تعهد الأمير حمزة على وضع نفسه بين يدي أخيه الملك عبد الله الثاني وأن يكون عونا وسندا له ولولي عهده، مؤكدا أنه سيبقى على عهد الآباء والأجداد وفيا لإرثهم، نهاية توقعها البعض لطي صفحة الخلاف. السيناريو الأرجح هو احتواء هذه الأزمة داخل العائلة، لا مصلحة لا للعائلة ولا للأردن ولا لصورة الأردن ولا لصورة العائلة ومكانتها أن يذهب الأمر إلى القضاء إلى محكمة أمن الدولة. ردود أفعال بعض الأحزاب أجمعت على الرفض القاطع للتدخلات الخارجية والمطالبة بتمتين الجبهة الداخلية. جماعة الإخوان المسلمين طالبت بمبادرة شاملة تستند إلى تنمية سياسية وتعاف اقتصاديا وإطلاق حوار شامل، وبعض الأحزاب اليسارية أكد ضرورة الشروع في برنامج إصلاحي وطني. استعادة المشروع الوطني الديمقراطي للإصلاح الوطني الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حتى لا تكون في هناك أي ثغرات أو أي بيئة يمكن أن تساعد على أي اختراقات أو أي توظيف سياسي معين ومحدد. هيئة الأركان المشتركة أكدت أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لديها الكفاءة والقدرة على مواجهة أي مساع يراد بها تقويض أمن الوطني والمواطن. فضول الشارع الأردني لمعرفة أدق التفاصيل لا حدود له، فأسئلة كثيرة ما تزال حائرة برسم الإجابة عنها، على رأسها من هي الجهة الخارجية التي تريد نشر الفوضى في الأردن، ومتى ستتم معاقبة المتورطين. لان شاهين عمان، العيدين. استشهد فلسطيني وأصيبت زوجته بجروح خطيرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيرنبالا شمال غربي القدس. وجيش الاحتلال زعم أن الشهيد أسامة منصور حاول تنفيذ عملية دهس لجنود عند حاجز عسكري نصبه الجنود. وزارة الصحة الفلسطينية أوضحت أن الشهيد كان وصل بحالة حرجة جدا إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وأشارت إلى إصابة زوجته في الظهر واستقرار حالتها. كان في حاجز للإسرائيليين، كانوا في مداهمة لقرية الجيب، طلبوا منه أنه يوقف السيارة. فتش السيارة طبعا حسب أقوال زوجته هي موجودة بالمستشفى، مصابة ثانية بالمستشفى، مصابة بشظايا بأربع مناطق بجسمها.
بعد ما طلبوا منه أن يوقف وقفوا، فتشوا السيارة، أعطوا أمر بالمغادرة. فور المغادرة بلشوا إطلاق نار عليه من الجهتين، من الجهة الأمامية ومن الجهة الخلفية. زوجة الشهيد أسامة منصور روت ما حدث معها إبان اعتداء قوة الاحتلال عليها وعلى زوجها الشهيد. كنا مروحين من مشوار، وكان في سيارتين جيش وجنود واقفين، وقفونا، وقفنا في كم سيارة كمان معنا، طفينا السيارة، كنا وقفت في السيارة وقفنا وطفينا، بعدين طلع فينا وكنا روحوا شغلنا وطلعنا، وكلهم صاروا يرشوا فينا في رصاص. تبقى عجوزي في حجري وهي توفى استشهد، وهذا اللي صار. لا أنا بقول لا أنا تصوبت، بقول تصوبتي بعدها بس بعدش ولا شيء لقيت واقع. وكانت قوة الاحتلال قد دفعت بعدد كبير من آلياتها إلى بلدة بيرنبالة شمال غرب القدس المحتلة، وشنت حملة مداهمات واسعة اعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين، واقتحمت محلا لشاب اعتقلته قبل أسبوعين. كذلك اقتحمت قوة الاحتلال قرية الجيب شمال غرب القدس، حيث تصدى الفلسطينيون لاعتداءاتها. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال كذلك حملة مداهمات واسعة شملت بيت لحم وبيت جالة، ونفذت حملة اعتقالات بحق عدد من الفلسطينيين من بينهم المرشح في كتلة حماس الانتخابية حسن الورديان. وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل في قضاء نابلس حيث تصدى لها الفلسطينيون، فيما أطلقت هذه القوات قنابل الصوت على نحو مكثف. إلى ذلك دعت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى الرد العاجل بعد استشهاد ابن القدس أسامة صدقي منصور ورفع مستوى المواجهة مع الاحتلال وتعزيز الوحدة لمواجهة العدوان، وأكدت ضرورة عقد الانتخابات التشريعية لترتيب البيت الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية، واستنكرت الفصائل استبعاد لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة قضايا الانتخابات القائد الوطني الأسير حسن سلامي من الترشح للانتخابات التشريعية، كما دانت اعتقال الاحتلال المرشح في قائمة القدس موعدنا حسن الوردياني، وعدته تدخلا سافرا في الانتخابات الفلسطينية بالملاحقة والاستهداف المباشر. معنا من القدس المحتلة مراسلة الميادين هناء محميد عبر الهاتف. مرحبا بك هناء. إذن لا شك أن ردود الفعل جاءت عالية النبرة بوجه سلسلة العمليات من الاعتقالات والاغتيال للمدنيين العزل في محيط القدس وفي القدس وفي الضفة الغربية أيضا، تفاصيل أوفى معك. نعم محمد، يعني في هذه الأثناء يجري تشييع شعبي كبير للشهيد أسامة منصور في قرية بدو في الضفة الغربية، وهي تقع على بعد حوالي 11 كيلومتر شمال غرب مدينة القدس المحتلة. كل هذه العمليات الاستفزازية والاحتلالية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى من خلالها يعني سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تكريس هيمنتها على أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما نتحدث عن القدس والضفة الغربية. هذه الإعدامات الميدانية، يعني كما استمعنا إلى رواية زوجة الشهيد أسامة منصور، هذه الإعدامات الميدانية للأسف الشديد محمد أنها يعني تبقى مقيدة ضد جنود الاحتلال، ولكن لا يكون هنالك أي ملاحقة لهؤلاء المجرمين عمليا عند الحواجز العسكرية. يستشهد الفلسطيني ولا يوجد من يأخذ حقه في نهاية المطاف، ونحن نتحدث هنا عن رب عائلة هو والد لخمسة أطفال عمليا، وكان في طريق عودته من يعني مكان ما مع زوجته إلى المنزل، وواضح من خلال يعني الرواية التي ترويها زوجته بأن عملية الإعدام كانت مقصودة وربما كانت مجرد لهو من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين ادعوا بأنه شكل خطرا عليهم وبأنه كان يحاول تنفيذ عملية دهس بحق الجنود الذين تمترسوا عند ذلك الحاجز في قرية الجيب في الضفة الغربية شمال القدس المحتلة.
لو تتفضلي بالبقاء معنا هناء، لأسألك في شأن الإسرائيلي بعد قرار وصفه بغير السهل وأرفقه بالامتعاض والتحذير، كلف الرئيس الإسرائيلي رأوفين ريفلين رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو تأليف الحكومة المقبلة في مهمة وصفها المراقبون بالصعبة. هذا التقرير لمنال إسماعيل. في ضوء المشاورات التي أجراها مع ممثلي الكتل البرلمانية التي دخلت الكنيسة 24، حسم الرئيس الإسرائيلي رأوفين ريفلين قراره، وكلف رئيس حزب الليكود ورئيس الحكومة المستقلة بنيامين نتنياهو بتأليف الحكومة المقبلة. بحسب القانون والمحكمة يمكن تكليف مرشح تأليف الحكومة حتى لو كانت ضده لائحة اتهام. لقد قررت تأليف رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو تأليف الحكومة. هذا القرار ليس سهلا بنظري من الناحيتين الأخلاقية والقيمية. قرار ريفلين هذا يأتي على خلفية المشاورات التي كانت مشحونة ولم تسفر عن حسم واضح، حيث حصل نتنياهو على توصية 52 عضو كنيسة مقابل حصول رئيس حزب هناك مستقبل يائير لابيد على توصية 45 عضو كنيسة، ورئيس حزب يمينة نفتالي بنت على توصية 7 أعضاء كنيسة. تكليف نتنياهو هذا لا يضمن له بالضرورة النجاح في مهمة تأليف الحكومة في ظل عدم حصوله على 61 صوتا، ولذلك يجد نتنياهو نفسه أمام سيناريوهين: الأول حكومة بمشاركة نفتالي بنت وتأييد القائمة العربية الموحدة من الخارج، والثاني حكومة بمشاركة بنت والاعتماد على أعضاء كنيسة منشقين من أحزاب أخرى. وفي ضوء السيناريوهات المتاحة هذه، فإن أمام نتنياهو 28 يوما لتشكيل ائتلاف حكومي، وإذا لم ينجح قد يحصل على تمديد لمدة أسبوعين ينتهي في 18 من أيار مايو المقبل. أما إذا فشل نتنياهو في تأليف الحكومة، فسيكون الرئيس الإسرائيلي أمام خيارين: إما منح التفويض لمرشح آخر والسماح له بالمحاولة لمدة 28 يوما غير قابلة للتمديد تنتهي في 16 من حزيران يونيو المقبل، وإما إعادة التفويض إلى الكنيست. أعود إليك من جديد هناء. برغم المخالفة القيمية والأخلاقية بحسب الرئيس الإسرائيلي رأوفين ريفلين، لأنه كلف مجددا بنيامين نتنياهو تأليف الحكومة، ما هي بحسب المعطيات الواردة حظوظ نتنياهو في التأليف وسيناريوهات التحالفات إذا صح التعبير؟ يعني كان واضحا من الخطاب الذي يعني تلاه ريفلين قبل تكليف نتنياهو بتأليف هذه الحكومة الجديدة بأنه اتخذ هذا القرار على مضض، وبأنه يميل أكثر إلى إذا ما انتهت المدة 28 يوما من دون أن ينجح نتنياهو بتأليف الحكومة، يبدو أنه سيتجه أي ريفلين إلى إعادة الكرة إلى ملعب الكنيسة من أجل أن توصي أو أن تقرر يعني من خلال 61 نائبا على اسم مرشح لأحد أعضاء الكنيسة ليؤلف الحكومة، وبالتالي يعني سيكون هذا أيضا المرشح أمام أسبوعين آخرين لأجل تأليف هذه الحكومة. ولكن الواضح جدا محمد بالمختصر المفيد يعني كما يقال بأن إسرائيل لا تزال يعني تدور في نفس الدوامة، دوامة الفراغ السلطوي إن صح التعبير، وصعوبة تشكيل حكومة إسرائيلية مستقرة، حتى حكومة يمينية متطرفة مستقرة هذا يبدو أيضا يعني بعيد المنال بالنسبة للأحزاب اليمينية، رغم أن معظم الكنيسة اليوم يعني نتيجة الانتخابات أفضت إلى حظوظ وتواجد يميني للأحزاب اليمينية بشكل كبير للغاية، ولكن هنالك الكثير من التناقضات الداخلية بين العلمانيين والمتدينين، وأيضا هنالك تناقضات ومصالح شخصية حول رئاسة الحكومة، وأيضا مصالح الأحزاب الصغيرة وما إلى ذلك. نتنياهو يعني سيكون من الصعب أمامه فعلا أن يشكل هذه الحكومة إذا ما انضم إليه بنت بكل الأحوال، وبنت لم يلقي عليها أمام رئيس الدولة، بل حزبه كله أوصى عليه يعني على بنت نفسه، ولكن إذا ما انضم يعني استطاع أن يقنع نتنياهو بنت بأن ينضم إلى حكومته مقابل طبعا حقائب وزارية ويعني صلاحيات وامتيازات معينة، سيتعين على نتنياهو أيضا جلب عضوين آخرين لينضما إلى
ائتلافه على الأقل، وهنا نتحدث بالفعل إما عن انشقاق لأعضاء في اليمين من أحزاب أخرى وهذا يبدو مستبعدا حتى الآن، أو انضمام القائمة العربية الموحدة إلى هذا الائتلاف الحكومي، ولكن هذه عقبة من نوع آخر لأن الأحزاب اليمينية المتطرفة في ائتلاف نتنياهو ترفض انضمام هذه القائمة العربية الموحدة. صحيح. ويعني هناك من يصفها بأنها يعني مجموعة من الإرهابيين، يعني كما جرت العادة على وصف الفلسطينيين وحتى النواب العرب في الكنيسة. إذن المهمة صعبة للغاية، ولكن هنالك شهر على الأقل ومن ثم أسبوعين، وقد يعني تكون هنالك معادلات جديدة خلال هذه الفترة. هناء محميد مراسلة الميادين كنت معنا عبر الهاتف من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. على صعيد آخر، كشفت صحيفة إسرائيل اليوم عن طلب وزير المواصلات التركي من نظيره الإسرائيلي سمح لشركة ييلبورت التركية بالمشاركة في مناقصة لخصخصة مرفأ حيفا. الصحيفة أكدت عدم حصول أنقرة على جواب من تل أبيب، مشيرة إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ينظر إلى ترشح الشركة التركية على أنه مشكلة، فيما ترى لجنة المناقصات التابعة لسلطة المواصلات الحكومية أن الشركة مرشحة مناسبة وفق الصحيفة. في سياق آخر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية وعدد من المسؤولين على خلفية العلاقات بقطاع الدفاع الروسي. موقع تابع لوزارة الخزانة الأمريكية أكد أن العقوبات المفروضة على تركيا تستهدف هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، كما أعلنت فرض عقوبات على 3 أتراك آخرين لهم علاقة برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية. وفي شأن تركي آخر، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقعي بيان الضباط في سلاح البحرية المتقاعدين بالمحاسبة والملاحقة، مشيرا إلى أن بيانهم أشبه ما يكون ببيان الانقلابيين، محذرا من فترة بل حملة قذرة تستهدف العملية الديمقراطية في تركيا. محمود واثق. بلغة التهديد والوعيد ندد الرئيس أردوغان بعد اجتماع مطول مع أعضاء مجلس الأمن القومي بما بات يوصف ببيان مونترو الصادر عن عشرات الضباط البحرية المتقاعدين. بسوء نية وبخلفية انقلابية كتب البيان، يقول أردوغان، ويؤكد المضي قدما في مراجعة كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية بما يخدم المصلحة التركية ويقوي سيادتها. معارضو مشروع قناة إسطنبول الذي يعزز السيادة الوطنية لتركيا هم أكبر أعداء أتاتورك. لن ننسحب من اتفاق مونترو، لكننا سنقيم كل المعاهدات، سنحاسب كل من يستهدف ديمقراطيتنا، وندعو المعارضة للوقوف إلى جانبنا. بيان المتقاعدين في البحرية جزء من حملة قذرة مدعومة من بعض السياسيين تستهدف الحكومة المنتخبة، يتهم أردوغان ويتوعد بمحاسبة داعميهم في صناديق الانتخابات وباتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يهدد العملية الديمقراطية في بلاده. استقطاب سياسي جديد فرضه بيان الضباط ليزيد من سخونة الأجواء المتوترة أصلا في تركيا. ردود الأفعال كانت قوية وعنيفة على بيان المتقاعدين. صحيح أن البيان حمل بنودا لا يمكن قبولها في بلد من المفروض أن تحترم فيها العملية الديمقراطية. سوف تظهر في التحقيق دلالات صدور مثل هذا البيان من حيث التوقيت والظروف. وكانت النيابة العامة التركية قد أوقفت 10 من الموقعين على بيان مونترو وباشرت التحقيق معهم في قضية بيان تحول في زمن قياسي إلى سجال سياسي جديد لا شك في أن فصوله ستتوالى. مستمرة هي تبعات بيان مونترو للمتقاعدين في البحرية التركية وسط اتهامات للسلطات باستغلال القضية وتضخيمها أكثر مما تستحق. محمود واثق، إسطنبول، الميادين.
نبقى في تركيا، حيث تجمع عدد من المحامين أمام محكمة قصر عدل كجليان بإسطنبول تنديدا بسجن السلطات التركية عددا من زملائهم المتظاهرون. أبدوا تخوفهم من موقف السلطات تجاه مهنتهم، مشيرين إلى أن مهنة المحاماة تتعرض لهجوم واسع النطاق. هذا وسبق أن تحدثت تقارير حقوقية عن اعتقال أكثر من 1600 محام في تركيا منذ محاولة الانقلاب عام 2016. فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة النشر. من جديد أهلا بكم إلى سوريا، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على كمية كبيرة من الذخيرة والأسلحة في المنطقة الجنوبية خباتها المجموعات المسلحة في المنطقة قبل رحيلها، وفق ما أكد مصدر أمني للميادين. الأجهزة الأمنية عرضت المصادرات التي ضمت الآلاف من الطلقات للبنادق الآلية والرشاشات وقذائف مضادة للدروع وقنابل يدوية وغيرها. في إطار الجهود التي تبذلها قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية المختصة لمحاربة الإرهاب وبالتعاون مع الأهالي الشرفاء بالمنطقة الجنوبية، تم مؤخرا ومن خلال عدة عمليات أمنية ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة. بعضها كان مخبأ ضمن المناطق التي كانت تسيطر عليها المجموعات الإرهابية، والبعض الآخر تم ضبطه خلال محاولة الخلايا إعادة استجماع بعض عناصرها الإرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية كانت ستستهدف المناطق الآمنة ونقاط الجيش العربي السوري. نبقى في سوريا، حيث ننتقل إلى نافذة دير الزور شرق البلاد، وتقرير جديد لمراسلنا من مدينة البوكمال التي تعود إلى حياتها الطبيعية برغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضتها العقوبات الأمريكية. عقوبات حرمت المدينة أداءها دورها كمعبر أساسي للعلاقة الاقتصادية بين سوريا والعراق. تقرير نافذة على دير الزور لرضا الباشا. في الطريق إلى مدينة البوكمال أقصى شرق سوريا، تشدك طبيعة المنطقة وتراودك أسئلة كثيرة عن المدينة التي شكلت محور الأخبار قبل 3 سنوات ونيف. ندخل البوكمال، تبدو الحياة فيها كما وكأنها لم تشهد أي معارك. تضج سوق المدينة بأصوات البائعين، تدور عجلة الحياة فيما يبدو عودة إلى المدينة رغم قساوة الواقع الاقتصادي في البلاد الذي ينعكس على أهالي البوكمال كغيرها من المدن السورية. الوضع حيل زين بالبوكمال الساعتين بالوقت هذا، بس أنه عبارة على أسعار المواد، أسعار غالية، بس هالغلاء شوي بيه غلاء يعني بالموضوع. احنا نقول لك على المازوت والبنزين والغاز والخضرة همين. عودة الصخب إلى أحياء مدينة البوكمال يلمس في تفاصيل المدينة. يتحدث القائمون عليها عن تأهيل الخدمات الأساسية بشكل شبه كامل، فالواقع الخدمي ومتطلبات المواطن تعتبر العوامل الرئيسية لعودة الحياة إلى أي منطقة بعد الحرب. إحنا من 2017 من 15/12/2017 باشرت مدينة البوكمال بها البلدية. البلدية قمنا مباشرة بتنظيف البوكمال بشكل كامل من الشوارع الفرعية والرئيسية وبتنظيم الجزر وزرعها والدوارات. أكثر من 90% من أهالي البوكمال عادوا إليها في مشهد قل نظيره في المدن السورية التي تعرضت للحرب. عودة وإن حملت في طياتها إرادة الحياة إلا أنها لا تنفي صعوبة الواقع، فالعقوبات الاقتصادية على البلاد تلقي بثقلها على حياة السكان هنا، خاصة في ظل إصرار الولايات المتحدة وحلفائها على منع عودة دور البوكمال كمدينة تشكل عقدة العلاقة التجارية والرابط الجغرافي بين دمشق وبغداد. الموقع الاستراتيجي لمدينة البوكمال على الحدود العراقية السورية ودورها في منع فصل الحدود لربما لعب دورا هاما في عودة الأهالي إلى هذه المدينة رغم قساوة الظروف التي تمر بها البلاد بشكل عام وهذه المنطقة بشكل خاص بفعل العقوبات الأمريكية ونتائج الحرب التي تمر بها سوريا منذ 10 سنوات. رضا الباشا من مدينة البوكمال، الميادين.
قال الكرملين إن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو لن يحل مشاكل دونباس. وفي بيان أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن تحرك القوات الروسية في الأراضي الروسية هو شأن داخلي ولا يهدد أوكرانيا. وقال ديمتري بيسكوف: لنا الميسونية لدى أوكرانيا لتهدئة الوضع أو السيطرة على وحداتها العسكرية في دونباس. وكانت روسيا حذرت الولايات المتحدة من عواقب ما وصفته بسلوك كييف الاستفزازي في شرق أوكرانيا. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قال أن ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة بحثوا الوضع في شرق أوكرانيا. في المقابل أعلن المتحدث الأمريكي عن انفتاح بلاده على الحديث مع روسيا بشأن الوضع في شرق أوكرانيا. وفي الوقت نفسه قال أن واشنطن طلبت من موسكو شرح ما وصفه بالاستفزازات المتمثلة في تحركات عسكرية روسية على الحدود الأوكرانية، معبرا عن قلق بلاده من أي فعل تقوم به موسكو لترهيب كييف. وكانت روسيا نشرت في تلك المنطقة صواريخ S-400 لضمان أمنها. وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب النشاط العسكري الروسي في القطب الشمالي. وخلال مؤتمر صحفي أشار كيربي إلى أن بلاده تنظر إلى القطب الشمالي على أنه منطقة حيوية للدفاع الوطني وممر استراتيجي محتمل بين المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن لا أحد مهتم برؤية عسكرة القطب الشمالي. استدعت وزارة الخارجية الكوبية القائم بأعمال السفارة الأمريكية للتعبير عن رفضها للاتهامات المسيسة والمضللات ضدها في تقرير حقوق الإنسان. وأبلغت الخارجية الكوبية الدبلوماسية الأمريكية أن بلاده تستغل على نحو انتهازي في قضية حساسة مثل حقوق الإنسان ضد الدول التي لا تخضع لإملاءاتها وتدافع عن سيادتها وحقوق شعوبها. أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز مقتل 8 عناصر من جيش بلاده وإصابة 34 آخرين في عملية عسكرية في ولاية أبوري على الحدود مع كولومبيا. لوبيز قال في تصريح تلفزيوني أن عملية الدرع البوليفارية 2021 للجيش الفنزويلي أدت إلى قتل عشرة مسلحين. بلغت خسائرنا في صفوف القوات المسلحة البوليفارية الوطنية 8 قتلى و34 جريحا. عملية الدرع البوليفارية عام 2021 للجيش الفنزويلي أدت إلى تصفية 10 مسلحين وتدمير 6 مخيمات والقبض على 33 شخصا. إلى موجز الاقتصاد في النشرة والزميل عبد الله ظاهر. مرحبا. مرحبا محمد، شكرا. أهلا بكم. أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن المفاوضات التي عقدت في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية حول سد النهضة مع السودان وإثيوبيا تعثرت وتوقفت ولم يتم التوصل إلى اتفاق لإعادة إطلاق المفاوضات. وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت أن هذه الاجتماعات تعد الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع فيما يتعلق بمواعيد ملء سد النهضة الإثيوبي بما لا يؤثر على الأمن المائي في الدول المجاورة وتحديدا مصر والسودان. حذرت الشركة السويسرية أمان إنجينيرينج من أن صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت التي تضررت بشدة من جراء الانفجار الذي دمر المرفأ في آب أغسطس الماضي يجب هدمها لأنها بناء آيل للسقوط. الشركة السويسرية قالت أن كتلة الصوامع تميل بمعدل مليمترين في اليوم وهي عبارة عن هيكل غير مستقر ومتحرك، مجددة توصيتها بتفكيكها وإقامة صوامع جديدة في موقع مختلف. تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 5.5% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي. وقال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد المملكة انكمش 5.4% خلال العام الماضي كاملا متأثرا بانخفاض أسعار النفط وتداعيات وباء كورونا. أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي ضرورة التعامل المنصف وبعيدا عن الضغوط السياسية من جانب البنك وصندوق النقد الدوليين لتقديم الدعم إلى الدول في مجال تطوير نقل المعرفة لإنتاج اللقاحات وتوزيعها.
همتي قال خلال الاجتماع الافتراضي لمجموعة 24 الذي عقد بحضور رئيسي صندوق النقد والبنك الدوليين ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة إن مؤشرات تحسن الاقتصاد العالمي بدأت تظهر، ولفت إلى أن تسهيل وصول البلدان المنخفضة الدخل إلى اللقاح سيسرع في هذا الانتعاش. نبقى في إيران، حيث أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف ضرورة عدم تأثر علاقات إيران وقرغيزيا بالحظر، مشددا على اهتمام طهران بالتعاون الكامل مع اتحاد أوراسيا الاقتصادي. ظريف قال إن حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لا يتناسب مع الإمكانات المتوافرة، داعيا إلى الاستفادة من التسهيلات الواسعة المتاحة لتعزيز مستوى التعاون، وخاصة في مجالات التكنولوجيا الهندسية وبناء الطرق والسدود وبناء محطات الطاقة الحرارية والشمسية والطاقة المائية والنقل والترانزيت. وافقت المفوضية الأوروبية على مشروع للحكومة الفرنسية بمنح دعم مالي قد يصل إلى 4 مليارات يورو لشركة إير فرانس للطيران لإعادة رسملة الشركة التي تكبدت خسائر كبيرة بسبب وباء كورونا. وسيسمح القرار للدولة الفرنسية برفع مساهمتها في رأس مال الشركة إلى 30% مقابل 14% في السابق. وتوقعت الشركة خسائر تشغيلية تصل إلى 1.3 مليار يورو خلال الربع الأول من العام الحالي. في الخبر الأخير، سجل معدل البطالة في منطقة اليورو ركودا في شباط فبراير مقارنة مع كانون الثاني يناير، وطال 8.3% من السكان العاملين بحسب أرقام المكتب الأوروبي للإحصاء. وأثارت الأزمة الصحية في العام الماضي ركودا تاريخيا من جراء تدابير العزل المطبقة في دول عديدة، ومن بينها الاقتصاد الأوروبي الذي يرزح تحت جمود كبير. وتضاعف إلغاء الوظائف في الأشهر الماضية في المؤسسات التي تواجه صعوبات في أغلبية الدول الأوروبية، ولا سيما في قطاع السياحة والترفيه. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في الظهيرة، نشكر لكم حسن المتابعة. هذه الأخبار وغيرها تتابعونها عند الخامسة مع الاقتصادية المفصلة. عودة لك محمد. شكرا عبد الله. شكرا. برغم أن المدرسة التقليدية لا تزال تشغل حيزا مهما من فن الرسم في إيران، بدأ الفن التشكيلي الحديث يلقي رواجا كبيرا في السنوات الأخيرة. أحمد البحراني. الفن التشكيلي زين متحف الفنون المعاصرة في طهران. في هذا المعرض للفنانين الإيرانيين لوحات تصور الجوهر الداخلي للأشياء، وكثير منها ينتمي إلى المدرسة الواقعية، أسلوب بارز للتعبير عن المشاعر والتجرد من الخيال والأحاسيس. أحب الفن الذي يثير أحاسيسي ويجعلني أفكر، هذا ما يتوفر في الفنون التشكيلية ولا سيما التجريدية منها. أحب زيارة المتاحف، وأحب هذا المتحف بشغف لأنه يعرض الفن الحديث. الفن التشكيلي الحديث ينقسم إلى عدة مدارس، منها الرومانسية، نمط يعتمد على العاطفة والخيال والإلهام أكثر من المنطق، وهو ما يلقى إقبالا هنا. هذا المتحف هو أحد أبرز 10 متاحف في العالم، حيث يضم آلاف اللوحات العالمية المعروفة لكنها غير معروضة الآن. وبدلا منها نقيم معرضا للوحات تشكيلية إيرانية، ومن المفترض أن نقيم معارض داخلية أخرى في الأشهر المقبلة. ورغم ميل نسبة كبيرة من الفنانين الإيرانيين إلى الحداثة، لا تزال المدرسة التقليدية تأخذ حيزا كبيرا من مساحة فن الرسم في إيران. بعد تصويرنا لهذا المعرض المقام في متحف الفنون المعاصرة، أعلنت وزارة الثقافة الإيرانية إغلاقه، ليس لمخالفة قانونية ما، وإنما في إطار توجيهات حكومية شملت المعارض والمتاحف والمهرجانات كافة نتيجة تفاقم أزمة كورونا في البلاد. هو واقع يرهق الجميع، ومنهم عشاق الفنون التشكيلية. أحمد البحراني، طهران، الميادين.
ختام الظهيرة لليوم اخترناه من فلسطين تحديدا من غزة، فأبسط الأحلام بالنسبة للكثيرين تشكل حلم العمر لآخرين، فالأسير المحرر محمود أبو عيشة أدرك ما تمناه بعد 18 عاما من الأسر، وهو زيارة بحر غزة. مواقع التواصل رصدت اللحظات المؤثرة لهذه الزيارة. وإن كان من بعد التطرق في الشمال بقى الله أرضا لو ذكرتني بشكرها كحلت من شدة الشوق أجساني أفحل عيوني أرض غزة ورمى غزة يا رب. إلى العناوين. استمرار اجتماع الدول الأربع زائدا واحدة في فيينا بمشاركة أمريكية غير مباشرة، وطهران تتمسك برفع العقوبات عنها قبل أي عودة إلى الالتزامات بالاتفاق النووي. واشنطن بوست تتحدث عن طلب سعودي للإفراج عن باسم عوض الله، وسي ان ان تنفي، والسلطات الأردنية تفرج عن مئات الموقوفين وتحظر نشر التحقيقات بشأن الأمير حمزة. استشهاد فلسطيني وإصابة زوجته بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في القدس، والفصائل تدعو إلى رد عاجل ورفع مستوى المواجهة في الضفة. لأخلاقات بيت مشبات. في قرار وصفه بغير المنسجم أخلاقيا وقيميا، الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو تأليف الحكومة في مهمة صعبة جديدة. موسكو تحذر انضمام كييف إلى الناتو سيفاقم مشاكلها الداخلية، ولن نلمس نية لدى أوكرانيا للسيطرة على وحداتها العسكرية في دونباس. وإني مشتاق لأرض غزة. وكان في الظهيرة بعد 18 عاما في الأسر المحرر محمود أبو عيشة يدرك ما يتمناه زيارة بحر غزة. للمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين .net باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.